آلاف بل مئات الآلاف في العالم بيتظاهروا النهاردة في يوم الحقيقة بيعد ليه من قبل الكريسماس، من قبل رأس السنة. الناس كلها كانت بتدعو للتجمع في العاصمة البريطانية لندن في مظاهرة مليونية استعادوا فيها ذكريات مظاهرة العراق أو رفض الحرب على العراق في 2003، واللي حتى الآن لسه الناس في بريطانيا بيتكلموا عنها. أخبار كتير الحقيقة عن مظاهرة لندن النهاردة، مطالبين في وقف لإطلاق النار وإيقاف هذا العدوان. لو في فيديو معنا للمظاهرة نشوفه، بعدين نرحب بضيوفنا مباشرة. أيام العراق كانت العواصم العربية في الشوارع، كان الشعب المصري في الشوارع والأردني وفي كل البلدان. النهاردة للأسف الشعوب العربية زي ما قلت، وإحنا خلاص النهاردة اليوم 99، بكرة الصبح اليوم 100 في هذا العدوان. الشعوب العربية مش موجودة، لكن الشعوب الغربية والجاليات العربية في الغرب موجودة في الشوارع.